الذي يستطيع أن يتعاون ب50 ريال يتعاون ب50 ريال. مجددا يظهر زعيم الجماعة الانقلابية، لكن هذه المرة بخطاب أقل حدة عن سابقيه، باحثا عن وسائل أخرى تمكنه من إعادة تمويل حربه. فمنذ الوهلة الأولى للانقلاب أسقطت ميليشيا الحوثي والمخلوع كل مؤسسات الدولة، ونال البنك المركزي نصيبه من ذلك، ومورست عمليات استنزاف غير مسبوقة لاحتياطه. وعلى الرغم من التحذيرات التي أطلقتها الحكومة ودعواتها للمؤسسات الدولية بالضغط على الانقلابيين للإبقاء على حياد البنك وعدم إقحامه في الصراع، إلا أن ذلك لم يجدي، فقد ظلت الميليشيا تمول حربها من موارده كما أكدت ذلك الحكومة. وعلى إثر ذلك تراجعت قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار إلى ما يقارب الضعف، إضافة إلى تآكل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية. وبعد أن شن الانقلابيون حروبهم على أكثر من محافظة، توقفت المساعدات الدولية واضطر أغلب المستثمرين وأصحاب الأموال إلى مغادرة البلد، كما تراجعت إيرادات الدولة من النفط والضرائب والجمارك، وهو ما اضطر السلطة الشرعية مؤخراً إلى نقل البنك المركزي إلى عدن. عضو في مجلس إدارة البنك المركزي كشف عن ترتيبات تجرى حالياً لوضع الآلية اللازمة لصرف مرتبات الموظفين في موعدها، في الوقت الذي أرجع رئيس الحكومة أحمد بن دغر سبب نقل البنك إلى ظروف فرضتها الضرورة الملحة لتفادي الانهيار الكامل للاقتصاد اليمني، فيما أكد اقتصاديون أن تلك الخطوة يجب أن تلحقها أيضاً خطوات تعمل على إعادة الهبات والمنح والمساعدات والتواصل مع شركات النفط والغاز لإعادة الإنتاج والتصدير من المحافظات المحررة.